نبدأ حصادنا ببطولة الشان، حيث تم الكشف عن التعويذة الخاصة بالدورة والتي أطلق عليها اسم قبطان المستوحاة من الفنك رمز المنتخب الوطني. مصمم تميمة الشان تحصل على جائزة مالية تقدر بمئة مليون سنتيم بعد تحصله على المرتبة الأولى خلال المسابقة التي أطلقتها اللجنة المنظمة عبر الإنترنت منذ أسابيع. نطير بكم إلى الدويرة وملعب مولودية الجزائر. أشغال تركيب الكراسي تتقدم بوتيرة ملحوظة بالمدرجات العلوية، بينما تستمر بالموازاة مع ذلك عملية تركيب الشاشة العملاقة التي تم تثبيتها بالسقف بطريقة عصرية. بتيزي وزو، إليكم هذه الصور الفخمة للملعب الجديد الذي سيكون معقلا لنادي شبيبة القبائل. الأرضية تبدو جيدة مع استمرار العناية بها في انتظار استكمال الأشغال بباقي المرافق الداخلية على أمل تسليمه في القريب العاجل من أجل أن يستقبل أسود جرجرة منافسيهم هنا في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا. كان هذا كل ما لدينا اليوم، نلقاكم في فيديو لاحق بحول الله تعالى. إلى ذلكم الحين لا تنسوا دعمنا من خلال تسجيل الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.